بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي سادتي في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن نجدد اللقاء معكم في يومنا هذا يوم السبت الساعة 9 مساء، موعدكم مع برنامج واحد من ثلاثة. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع البرنامج المسابقاتي الأسبوعي الذي نأخذكم فيه لاكتساب المعلومة في مجالات متعددة من القرآن، في رحاب السيرة، التاريخ، الأخلاق الإسلامية، العقائد، مواضيع متعددة، الأداب والسنن، ومواضيع متعددة. نتمنى حقيقة من كل قلبي أننا نوفق دائما وأبدا في رحاب المعلومات التي نطرحها على كل مشاهدين ومتابعين، وهي ليست بصعبة، حالة متوسطة ما بين السهولة والوسط. على كل حال غايتنا نكتسب معلومة في ختام كل حلقة من حلقات البرنامج كما تعودنا. أول ما نبدأ به نطلع كل مشاهدين الكرام وأحبائنا وإخواننا وأعزائنا بخريطة البرنامج، حتى المشاهد الكريم الذي هو متابع معنا أنا أشكره كثيرا، وبالتالي هو يعرف قوانين البرنامج، وإن شاء الله هو مشارك معنا لأكثر من مرة أو متابع للبرنامج ويعرف ماهية هذه المسابقة. لكن لمشاهدينا الجدد الذين ماذا اللي فتحوا الآن التلفزيون وشافوا برنامج واحد من ثلاثة، شنو واحد من ثلاثة؟ شنو هذا البرنامج؟ قلنا هو برنامج مسابقاتي يكون في رحاب 14 رقم، كل رقم من هذه الأرقام هي في رحاب أحد المعصومين الأربعة عشر، 14 رقم على تيمنا بالمعصومين الأربعة عشر روحي لهم الفداء. المشاهد الكريم يختار رقم، ما دامت الأرقام لونها أصفر يعني متاحة بأن يأخذ الرقم، لكن إذا أجاب عليها مشاهد كريم أو مشاهدة كريمة رح يصير اللون شنو؟ لون رصاصي. على كل حال تدخل إلى رقم تختار جنابكم، وبالتالي تدخل إلى السؤال، السؤال فيه ثلاثة اختيارات، واحد من ثلاثة اختيارات هي إجابة صحيحة. أتمنى من رب العزة أن تكون كل إجاباتكم صحيحة وكل يعني اللهم صل على محمد وآل محمد. نسمع صلوات ونشوف اللون الأخضر يعني باعتبارك أنه إجابتك صحيحة. المهم جدا 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 بأنه ما تستعجلون بالإجابة، عندكم دقيقة كاملة من وقت أنه أكمل السؤال وياكم، دقيقة كاملة، هذه المساحة متاحة إليك، لأهلك، لناسك، لأحبائك اللي هم يمك يساعدوك بالإجابة. لا تستعجل، أي إجابة تنطيني إياها بأول أحرف تعتبر نهائية، سامحونا إحنا نتفق، والاتفاق إن شاء الله بيني وبينكم بإذنه تبارك وتعالى. لا تستعجلوا، عندكم دقيقة، لا تعبر الدقيقة لأن هم الفرصة تروح عليك، وبالتالي إن شاء الله إذا ما كنت متأكداً أجب به الإجابة، وأتمنى لكم كل التوفيق كل التزيد، ونفرح سوا بإجابة صحيحة والكل معنا يدخل قرعة حلقة هذا اليوم. بالتالي في نهاية الحلقة ماذا هناك؟ هناك قرعة وهناك فائز واحد في مسابقتنا في برنامجنا واحد من ثلاثة. أتمنى أن أكون دائماً وأبداً خفيف الظل على عيونكم الطيبة وعلى مسامعكم الطيبة بإذنه تعالى بمعلوماتنا اللي نطرحها سوى قربة لوجه الله، نتعلم معالم ديننا في رحاب القرآن والسيرة والتاريخ والأخلاق والعقيدة والآداب والسنن وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. على كل حال نعطر الأفواه بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. طبعا كثير الشكر لزملائي وأعزائي كادر البرنامج، سعيد جدا بأن أكون معكم خلال هذه الفترة وما دمنا إن شاء الله. شكرا ياسر، شكرا 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 كثيرا، الله يعطيك العافية والسداد والتوفيق. خلينا نبدأ على بركة الله الاتصالات والمشاركات بأول مشاركة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين ويانا أول اتصال.
السلام عليكم. أهلا أستاذ حسين، مرحبا بك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو علي تسمعني؟ وياك من؟ شلون الصحة الأحوال؟ الحمد لله معك. زين إن شاء الله. حسين مين تتصل علينا؟ من البصرة. حياك حسين، سامع صوتك كان لأول مرة؟ لا مشترك وياك. يلا، يعني تعرف أجواء البرنامج أبو علي؟ نعم. جيد جدا، يلا نبدأ على بركة الله ونختار رقم، تفضل. إن شاء الله نختار رقم 2. رقم 2، تمام. نعم. زملائي نروح إلى رقم 2 ونتعرف على ما في جعبة هذا الرقم من سؤال. السؤال يقول: أين قال الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام هذه الكلمات: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا؟ سامحها حسين، هذه الكلمات من إمامنا زين العابدين عليه السلام. نعم. هل قالها في عاشوراء في كربلاء، أم قالها في مجلس ابن زياد في الكوفة، أم قالها في مجلس يزيد في الشام؟ نزل التوقيت، لا تستعجل حسين، أتمنى لك التوفيق ولكل متابعينا وكل مشاهدينا بأن تكون كل إجاباتهم صحيحة موفقة مسددة. وقت كافي جدا بأن تفكر وتفكر وتفكر وتعطي إجابة إن شاء الله. أين قال الإمام؟ نعم. أعيد السؤال؟ نعم. يلا، أين قال الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام هذه الكلمات: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا؟ هل قالها في يوم عاشوراء في كربلاء، أم قالها في مجلس ابن زياد في الكوفة، أم قالها في مجلس يزيد في الشام؟ عندك 20 ثانية تجاوبني إن شاء الله. قالها في الشام، رقم 3. رقم 3، قالها في مجلس يزيد في الشام، يعني مو في مجلس ابن زياد بالكوفة. نعم إن شاء الله. يلا أنت أعطيت إجابة وإجابتك صحيحة، ما أتعبك أنا بس حبيت شوية أمازحك. على كل حال أحسنت حسين، إجابة صحيحة موفقة إن شاء الله. أبو علي طيني اسم ثلاثي لو سمحت. حسين فاضل. حسين؟ حسين فاضل عجاج. فاضل؟ عجاج. عجاج. نعم. شكرا كثيرا أبو علي. وتابعنا إلى نهاية الحلقة لو سمحت. أول مشاركة، مشاركة صحيحة من حسين من البصرة، وأجاب بإجابة صحيحة ودخل معنا قرعة حلقة هذا اليوم. إن شاء الله يا ربي كل المشاركات التي تأتي في حلقة هذا اليوم كلها تكون إجابات صحيحة، دخل معنا القرعة بأول مشاركة أبو علي. زين، أكيد أنتم منتظرين تقولون سيد علاء نريد نعرف إجابة وافية كافية لسؤالنا. تعلمنا نأخذ معلومة كاملة لكل سؤال نطرحه في البرنامج. يلا نأخذ الإجابة. قيلت هذه الكلمات التي ذكرناها لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. قيلت هذه الكلمات من الفم الطاهر لإمامنا السجاد علي بن الحسين روحي له الفداء في مجلس يزيد لعنة الله عليه في الشام. فقد ورد عن صاحب المناقب وغيره أنه قال: روي أن يزيد لعنه الله أمر بمنبر وخطيب ليخبر الناس بمساوئ الحسين وعلي عليهما السلام، وما فعل، فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم أكثرت الوقيعة في علي والحسين وأطنب في تقريض معاوية ويزيد لعنهم الله، فذكرهما بكل جميل. على كل حال، فصاح به علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال روحي له الفداء إمامنا زين العابدين: يا يزيد، إذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. قال: فأبى يزيد عليه ذلك، فقال الناس: إذن له فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئا. فقال: إنه إن صعد أو صعد لم ينزل إلا بفضيحتي. فقيل له: يا يزيد، وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنه من أهل بيت قد زق العلم زقا.
قال: فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى: الله 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 يا مولاي يا زين العابدين. نحن بجوار كم يوم تقريبا؟ تقريبا 45 يوم إلى شهر محرم. سنسمعها كثيرا هذه الخطبة من خطبائنا الكرام ومن شعرائنا ومن رواديدنا في قصائدهم. سلام عليك مولاي يا زين العابدين. ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبطة هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، إلى أن يذكر يقول: أيها الناس. خطبة كبيرة مفاهيمها كثيرة. قال: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، إلى نهاية هذه الخطبة المباركة. سلام عليك سيدي يا مولاي يا زين العابدين، وسلام على أبيك مولانا سيد الشهداء الإمام الحسين وعلى آل بيت الحسين ومن التحق بركب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شكرا حسين، كانت إجابتك موفقة مسددة. ودخل معنا القرعة ورقم 2. مشاهدينا متابعينا، من اختار هذا الرقم؟ نختار غير هذا الرقم لأن تم الإجابة عليه. نأخذ اتصال جديد. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام مولاي العزيز، يا مرحبا. أستاذ ضياء، ويانا؟ ضياء من البصرة، جزاك الله خير. أهلا ومرحبا بك يا ضياء، وحي الله أهل البصرة بأول اتصالين بدء ويانا في حلقة هذا اليوم، وسعداء بكل مشاهدينا من كل مكان. ضياء، هذا الاسم الحلو المرتب أول مرة أسمع وياي البرنامج، صح؟ والنعم منك، صحيح. حياك وبياك. ضياء، متابع الحلقة لهذا اليوم لو متابعها قبيل؟ إن شاء الله متابعها قبيل وهسهم. يلا، فرحانين نسمع صوتك. الله يسلمك. رقم 2 تم الإجابة عليها. ضياء، اختار لي غير رقم 2 من 1 إلى 14. أعطيني رقم 6 إن شاء الله. يلا روح إلى رقم 6. جاهز ضياء، صحيح؟ وياك إن شاء الله. جاهز ومستعد ضياء؟ نعم وياك. جاهز ومستعد إن شاء الله. شارد ما عندك ضياء؟ التلفزيون تنصي لي، خليك وياي من سماعة الهاتف لو سمحت. إن شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء الله. على بركة الله. السؤال رقم 6 يقول: نعم، بمن أصلح الله تعالى الأرض بعد أن كانت فاسدة، في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 56: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هل بلقمان الحكيم، أم بمؤمن آل فرعون، أم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله؟ من استعجل ضياء؟ الركز والركز والركز ونعطي إجابة لو سمحت. بمن أصلح الله تعالى الأرض بعد أن كانت فاسدة، في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 56: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هل كانت الإجابة بلقمان الحكيم، أم بمؤمن آل فرعون، أو بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لديك 25 ثانية ضياء، ركز وأعطيني إجابة على راحتك، عندك 20 ثانية، وقت طيب. الله يحفظك يا مولانا العزيز. أنا أعتقد الإجابة ما عندي مضبوطة 100%، لكن إن شاء الله نقول جواب رقم 3. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا رسول الله، وعلى حب رسول الله. نسمع الصلوات. اللهم صل على محمد. العاليات على محمد وآل محمد. وين كنت شاك؟ شاك بغير إجابة ضياء؟ يعني نعم، فرعون، لأن الأرض إصلاحها بعد يعني الفساد. نعم، كنت يعني شاك بمؤمن آل فرعون. أحسنتم. يلا ما يخالف، إجابتك موفقة ومسددة. ضياء، أعطيني اسم ثلاثي لو سمحت.
ضياء ودود جمعة. ضياء ودود جمعة من البصرة. سعداء جدا بسمع صوتك ضياء. الله يحفظك مولاي. يسددك ويحفظك شكرا. ونتمنى إن شاء الله المتابعة دائما والمشاركة دائما. شكرا ضياء دخلت معنا قرعة حلقة هذا اليوم. تابعنا لنهاية الحلقة لو سمحت. أيضا دخل ويانا القرعة عزيزنا ضياء. شكرا في أمان الله. زين شنو الإجابة التامة الكاملة لسؤالنا السادس؟ نثبت رقم 6 أيضا تم الإجابة عليها. رقم 2 رقم 6 تم الإجابة عليهم إخواننا وأعزائنا المشاهدين الكرام. بمن أصلح الله تعالى الأرض بعد أن كانت فاسدة في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 56: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نجد الجواب في كتاب الكافي الشريف الجزء الثامن صفحة 58 ما جاء عن ميسر قال: سألت الإمام أبا جعفر. منو أبا جعفر؟ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقال عليه السلام: يا ميسر إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن إجابة موفقة مسددة لمشاهدنا ضياء بإجابته للاختيار الثالث بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جيد، إذن أول مشاركتين إجابات صحيحة موفقة مسددة. خلنا نأخذ اتصال جديد من مشاهدينا. من ويانا؟ سلام عليكم. السلام عليكم. من ويانا عفوا؟ الأخت كفاية من بغداد. حياكم الله أختي كفاية من بغداد. مرحبا بكم. الله يسلمك. حيا الله كل مشاهدينا. حياكم. سجلت. حياكم الله أخت كفاية. متابعة البرنامج أخت كفاية تمام؟ أي متابعة. جيد. يا رقم تم الإجابة عليهم من بداية الحلقة؟ والله ما أعرف. رقم 2 ورقم 6 تم الإجابة عليهم. اختاري من 1 إلى 14 غير رقم. رقم 5. يلا روحي على رقم 5. بيدي الأخت كفاية إذا يمش تلفزيون أصيلية لو سمحت. وخليك وياي من سماعة الهاتف لو سمحتي. الصوت بعد عالي. نصيل التلفزيون حتى أعطيكم السؤال لو سمحت. لأن دي يرجع عندي ما دا أسمعكم زين. كفاية. تابع البرنامج. بلي. كفاية ما دا أسمعكم. البرنامج جيد. خليكم بعيدين عن التلفزيون لو سمحتي كفايه حتى يكون الصوت بعيد لان يرجع عندي ومدى اسمعكم بصوره جيده. وخل نروح الى رقم 5 اللي اختارته في حلقه هذا اليوم. السؤال يقول لكم الاخت كفايه: ما هو تاريخ السنه الهجريه التي ولدت فيها مولاتنا فاطمه المعصومه عليها السلام اللي تلقب بكريمه اهل البيت؟ هل كانت السنه الهجريه 183 شوف الصوت يرجع عليه ما ده اركز 163 هجريه لو 173 هجريه لو 183 هجريه؟ نزل التوقيت كفايه اخذوا وقتكم على راحتكم. تمام على راحتكم ركزوا. ما هو تاريخ السنة الهجرية التي ولدت فيها مولاتنا فاطمة المعصومة عليها السلام؟ 163 173 183 هجرية. على راحتكم لا تستعجلون. متأكدين جاوبوا، ما متأكدين عندكم وقت 35 ثانية. الإجابة الثانية إن شاء الله. هسا انتم بكل الاحوال ان كان تساؤل ان كان اجابه نعتبرها اجابه نهائيه لان احنا متفقين ويا المشاهدين اي شيء يجينا تعتبر اجابه نهائيه. اجابه ثانيه يعني 173 ان شاء الله. متاكدين لو ضربت حظ؟ لا والله ضربت حظ. واجابه صحيحه. حظكم طيب ان شاء الله. زين الله يخليك. نشكر. اجابه صحيحه. زين كفايه انطيني اسم ثلاثي حتى لا ناخركم. كفايه مخيط حسون. كفاية مخيط حسون. حسون من حسون. بغداد. شكرا كثيرا لاتصالكم الأخت كفاية. أيضا نطلب منكم متابعة البرنامج إلى نهايته حتى نعرف من الفائز ويانا، وكل التوفيق والتسديد
إلى كل المتابعين ولكل المشاهدين، الله يزيد توفيقاتكم. أيضا دخلت الأخت كفاية معانا، وكما يعني في الحلقة السابقة اللي قبلها بحلقتين كانت كل إجابات مشاهدين ومتابعين كلها صحيحة، فرحونا هواي. يمكن حلقتنا الماضية كانت أكو إجابتين ليست دقيقة. أتمنى اليوم لحد هذه اللحظة عندنا 3 مشاركات بثلاثة إجابات صحيحة، وبالتالي ماذا؟ هذه فرحة. نكمل إذا لا نهاية الحلقة إن شاء الله كلها لون أخضر، ولا وأيضا صلوات مباركات عاليات على محمد وآله الطيبين الطاهرين، هي هدية لكل المشاهدين والمتابعين ولكل الفائزين معنا في حلقة هذا اليوم. يلا نروح إلى رقم 5 ولسؤالنا اللي طرحناه، تاريخ السنة الهجرية التي ولدت فيها مولاتنا فاطمة المعصومة روحي لها الفداء. 163 173 183، وكانت إجابة الأخت كفاية صحيحة 173. الإجابة: سجلت لنا المصادر التاريخية أن ولادة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها كانت في المدينة المنورة غرة شهر ذي القعدة الحرام سنة 173، وبالتالي احنا في شهر ذي القعدة، واحد ذي القعدة عشنا ولادة، ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة، وكانت فرد صدفة جميلة رائعة بأن تكون في يوم ولادتها، يعني أكو مناسبة كانوا ياها برنامجنا، وكانت حلقة فيها أسئلة كثيرة عن السيدة فاطمة المعصومة. السبت الماضي كان في ذكر إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي الذكر ينعش القلب، ذكر محمد وآله الطاهرين ينعش القلب والروح أيضا. على كل حال كانت ولادتها في المدينة المنورة غرة شهر ذي القعدة الحرام سنة 173 هجرية، أبوها هو سابع أئمة الشيعة إمامنا وحبيبنا ونور عيوننا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. أمها السيدة نجمة خاتون، كما أن السيدة المعصومة هي شقيقة الإمام الرضا عليه السلام، تحظى بمنزلة خاصة بين المؤمنين من أتباع أهل البيت عليهم السلام، كما ذكرت لها ألقاب كثيرة منها الطاهرة والحميدة والبرة والتقية والنقية، كما أنها روحي لها الفداء كانت تلقب بالمعصومة عليها السلام أيضا، وأن هذا اللقب يعد من أشهر ألقابها. خرجت من المدينة في سنة 201 هجرية لزيارة أخيها الإمام الرضا عليه السلام في طوس، إلا أنها مريضت روحي لها الفداء أثناء الطريق، وتوفيت بعد وصولها مدينة قم، ودفنت فيها حيث مرقدها الآن. وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار المعصومة في قم فله الجنة. اللهم ارزقنا زيارة كريمة أهل البيت المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، وارزقنا رضاها ولطفها وعنايتها ودعائها، يرزق الجميع زيارتها قريبا بحق محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. جيد جدا. إذا المشاركة رقم 3 اللي على الصف، يعني للرقم رقم 5، أنا آسف جدا اختلطت الأوراق عندي. إذا صار عندنا رقم 2 ورقم 5 ورقم 6 تم الإجابة عليهم. المشاهد الكريم يختار لنا غير هذه الأرقام. سلام عليكم ورحمة الله، تفضلوا. حسن ويانا من العمارة، حيا الله سيد حسن، سلام عليكم. عليكم السلام، الله يسعدك. أهلا ومرحبا، شلون الصحة؟ الله يحفظك ويسلمك. سال الله بعافية وبخير سيد حسن. الله يحفظك. شلون الأجواء المعنويات؟ الحمد لله. تمام، جاهز للمسابقة؟ الحمد لله إن شاء الله. حسن، رقم 2، رقم 5، رقم 6 من أصل 14 رقم تم الإجابة عليهم، اختار لي غير هذه الأرقام. تمام حسن؟ حسن اترك لي التلفزيون، اترك لي التلفزيون نهائيا، ما لك علاقة بالتلفزيون، خليك اسمعني من سماعة الهاتف، لأن اكو وقت ما بين انا اتكلم وياك ما بين يطلع لك بالتلفزيون 10 الى 15 ثانية فنتأخر هواي، خليك وياي من سماعة الهاتف لو سمحت. يلا اختار لي رقم حسن. رقم 3 إن شاء الله. رقم 3، تمام، روح إلى رقم 3. رقم 3، رقم 3، رقم 3، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. جيد. اللهم صل على محمد وآله. حسن، رقم 3 يقول لك ولكل مشاهدينا، احنا بالتالي احنا
السؤال عندما نعرضه على المشاهدين، هسه المشاهد الكريم اللي هو أنا ويا المسابقة يفكر إن شاء الله، وأنا على اعتقاد كامل أن كل المشاهدين اللي يتابعون البرنامج هم قاعدين يركزون وحتى يتعرفون على الإجابة لهذا السؤال. السؤال يقول: من هو مؤلف كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر؟ هل هو جعفر بن محمد القمي، أم يوسف بن يحيى الشافعي، أم جمال الدين يوسف الشامي؟ يلا إلك التوقيت، نزل على كيفك واستقر، يلا تنطيني إجابة يا عزيزنا حسن. من هو مؤلف كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر؟ اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. هل هو جعفر بن محمد القمي، أم يوسف بن يحيى الشافعي، أم جمال الدين يوسف الشامي؟ عندك 40 ثانية على كيفك، إذا يمك أهلك ناسك أحبائك يشاركوك بإجابة السؤال فهذا شيء جيد، على راحتك. أكو بيا مساعدة؟ إحنا المساعدة مالتنا عبارة عن اختيارات، أنت اللي تختار، أنت اللي تختار وإحنا نكون في خدمتك حبيبنا. الله يحفظك خادم الحسين، الله يبارك. عقد الدرر في أخبار المنتظر، هذا من الكتب اللي فيها ذكر الإمام المهدي ومواضيع متعددة. صاحب هذا الكتاب هل هو جعفر بن محمد القمي، هل هو يوسف بن يحيى الشافعي، أم هو جمال الدين يوسف الشامي؟ اعطيني إجابة سريعة. رقم 3. رقم 3. بكل الأحوال هو انتهى الوقت، ورقم 3 إجابة ليست دقيقة، سامحنا كثيرا نور عيني. اعطيني رقم آخر حسن، اعطيني رقم آخر من 1-5. رقم 2. رقم 2 يقول لك هدية من الإمام الصادق عليه السلام. أكو رواية عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا دعا ربه وهو ساجد، فأي شيء تقول إذا سجدت؟ قلت: علمني جعلت فداك، ماذا أقول؟ قال: يا رب الأرباب، ويا ملك الملوك، ويا سيد السادات، ويا جبار الجبابرة، ويا إله الآلهة، صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا. يعني تطلب حاجتك في هذا النطاق، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم قل: فإني عبدك، ناصيتي في قبضتك، ثم ادعو بما شئت واسأله فإنه جواد لا يتعاظمه شيء. هذه هديتك من الإمام الصادق عزيزنا حسن، ما ريدك تضايق أو تضوج، حظ أوفر إليك بمشاركة أخرى بإذنه تبارك وتعالى في حلقتنا المقبلة. خلينا نأخذ فاصل قصير لو سمحتم، ولنا عودة معكم لتكملة حلقة هذا اليوم من برنامج 1-3. ابقوا يعني. برنامج 1-3، برنامج مسابقاتي فيه 14 رقم. المشاهد الكريم الذي يتصل راح يختار رقم من هذه الأرقام من 1-14. يقول السؤال: ما هي كنية الإمام محمد الباقر عليه السلام؟ هل كنيته أبو الحسن، أم كنيته أبو عبد الله، أم كنيته أبو جعفر؟ التوقيت نزل. الإجابة صحيحة وموفقة إن شاء الله. حياكم الله وبياكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان في رحاب برنامجكم الأسبوعي المسابقاتي، برنامج 1-3. الحمد لله كان قبل الفاصل لدينا مشاركات متعددة من البصرة وبغداد والعمارة، 3 إجابات كانت صحيحة لسؤال رقم 2 ورقم 5 ورقم 6، وكانت إجابة واحدة فقط لم تكن دقيقة. إن شاء الله التوفيق والتزيد لكل من يشارك معنا. يعني المحصلة النهائية أنه نكتسب فرد معلومة في ختام الحلقة، إذا كان سؤال 2-3-4 هذه المشاركات أتمنى تدخل قلوبكم ونحتفظ بالمعلومة ونستفيد من عدها إخواني وأعزائي. للوقت المتبقي لدينا ممكن نأخذ بإذنه تبارك وتعالى مشاركاتكم، وخليها في بالكم. رقم 2، رقم 5، رقم 6، ما نختارهم، نختار غير هذه الأرقام. معنا أثير من بغداد، مرحبا يا أثير.
عليكم السلام سيدنا الغالي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتاق لكم جدا سيدنا. مشتاقت لك العافية والخير والسعادة والسرور أثير حياك. الله يحفظك سيدنا الغالي. عافية شنو نختار؟ والله سيدنا اليوم رقم 3 اختاراني. رقم 3 بخدمتك يلا. غيرت على 4 حسين. علاقتك مو زينه صارت علاقتك مو زينه ويا رقم 4 صارت ها؟ لا لا همزينه حبا والله همزينه سيدنا. يلا موفق مسدد ان شاء الله. اثير نروح الى رقم 3 وكل التوفيق كل التسديد ان شاء الله. رقم 3 طرحناه قبل شويه تمام؟ سمعته؟ نعم سيدنا سمعته سمعته سيدنا. يلا سمعت. جيد جيد ان شاء الله. نتمنى ان تكون اجابتك موفقه وصحيحه. رقم 3 اللي طرحناه قبل قليل، من هو مؤلف كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر؟ هل هو جعفر بن محمد القمي، أم هو يوسف بن يحيى الشافعي، أم هو جمال الدين يوسف الشامي؟ عندك توقيت ركز واعطيني إجابة إذا ما كنت متأكدا. نعم نعم سيدنا. على راحتك. نعم سيدنا. وياي أثير وياك وياك سيدنا. أعيد السؤال مرة ثانية عليك. والله زحمة عليك سيدنا. تؤمر. من هو مؤلف كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر؟ هل هو جعفر بن محمد القمي، أم هو يوسف ابن يحيى الشافعي، أم هو جمال الدين يوسف الشامي؟ عندك 30 ثانية. نعم سيدنا إن شاء الله يوسف بن يحيى الشافعي. يوسف ابن يحيى الشافعي. وانت مركز 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 وإجابة صحيحة موفقة مسددة. موفق بالعافية عليك. هاي فد شيء يفرح 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 فدوة. أثير انطيني اسم تحب تشارك به. أثير العفو زهراء. أثير عباس. أحسنت وأجدت. رحم الله والديك سيدنا الله يحفظك. أثير عباس سعداء جدا بمشاركتك ويانا عزيزنا أستاذ أثير من بغداد. دخل يانا أيضا دخل ويانا قرعة حلقة هذا اليوم. على كل حال إجابة أيضا صحيحة رقم 3 وأيضا أستاذ أثير أيضا دخل معانا القرعة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خلي نثبت رقم 3 أيضا تم الإجابة عليه حتى المشاهد الكريم يعرف أنه ما يختار رقم 3. زين. كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر لمؤلفه يوسف ابن يحيى ابن علي ابن عبد العزيز المقدسي الشافعي المتوفى سنة 685 هجرية. يتألف الكتاب من مقدمة كبيرة و12 بابا جاءت عناوينها تسلسلا. الباب الأول في بيان أنه روح إليه الفداء من؟ الإمام صاحب العصر والزمان من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته. والباب الثاني في اسمه عليه السلام وخلقه وكنيته. الباب الثالث في عدله وحليته. الباب الرابع فيما يظهر من الفتن الدالة على ولايته عليه السلام. الباب الخامس في أن الله تعالى يبعث من يوطئ له قبل إمارته. الباب السادس فيما يظهر من له فيما يظهر من له من الكرامات في مدة خلافته عليه السلام. الباب السابع في هذا الكتاب في شرفه وعظيم منزلته روحي له الفداء. الباب الثامن في كرمه وفتوته عليه السلام. الباب التاسع في فتوحاته وسيرته عليه السلام. الباب العاشر في فتوحاته الباب العاشر في أن عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلفه ويبايعه. الباب الحادي عشر في اختلاف الروايات في مدة إقامته عليه السلام. أما الباب الثاني عشر فيما يجري من الفتن في أيامه وبعد انقضاء مدته عليه السلام. هذا ما كان في رحاب هذا الكتاب ليوسف ابن يحيى الشافعي. شكرا أثير إجابة موفقة وصحيحة. وأنتقل مباشرة إلى مشاركة جديدة واتصال جديد من المشاهدين ومتابعينا. سلام عليكم ورحمة الله. من ويانا من كربلاء؟ محمد؟ عاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد شلون الصحة؟ سلام عليكم. الحمد لله. صحة الأحوال؟ زين الحمد لله. محمد جد عمرك؟ 13. خلصت امتحانات بشرنا نتائج توكياها لبعد ناجح ان شاء الله. موفق دائما ناجح موفق وبأعلى الدرجات. وين صرت هسه للثالث رحت لو للثاني؟ لا الاول. 13
الأول متوسط صح، أنا مقصر عمي، الحساب ماتي ما كان عادل. موفق ومسدد إن شاء الله، نفرح بيك دائما إن شاء الله. متخرج من السادس العلمي بدرجات عالية إن شاء الله، والكلية اللي تحبها والاختصاص اللي تحبه إن شاء الله. محمد، رقم 2، رقم 3، رقم 5، رقم 6، تم الإجابة عليه. اختار لي غير هذه الأرقام محمد. 7. يلا نروح إلى رقم 7. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد، رقم 7 يقول لك محمد، وبالتالي إذا يمك من أهلك وناسك وأحبائك ممكن يشاركون وياك، وأتمنى أن تكون الإجابات أيضا كلها صحيحة لكل متابعينا ولكل مشاهدينا. سؤال رقم 7 يقول: تزامنت ولادة الإمام الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عليهم السلام مع ولادة أحد المعصومين عليهم السلام، فمن هو؟ هل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أم الإمام الحسين عليه السلام؟ محمد من استعجل؟ محمد صلى الله عليه وآله. وين مستعجل محمد؟ وين مستعجل؟ وين مستعجل؟ شلون متأكد؟ شلون متأكد؟ ولادة الإمام الصادق كانت ويا ولادة النبي؟ إي نعم. هيك متأكد؟ يلا والله ما تعبك، والله جابه صحيحة. بطل محمد، موفق مسدد ان شاء الله. قدرت شوية غلطك ما صارت، بس انت موفق ان شاء الله. هي إجابة من بدايتها هي صحيحة، موفقة مسددة. محمد، محمد انطيني اسم ثلاثي ابو جاسم. محمد موفق عادة. محمد موفق عادة. موفق عادة من كربلاء يا محمد. شكرا ابو جاسم، شكرا حبيبنا، شكرا لاتصالك ومشاركتك وتابعنا لنهاية الحلقة. لطيف الإنسان اللي عنده معلومة بالتالي يركز ويعطيها إلى نهايتها، هو يدافع عن معلومته. إذا إجابة صحيحة لمحمد من كربلاء، وإجابة رقم 7 أيضا تم الإجابة عليه. مباشرة إلى السؤال. إمامنا الصادق سلام الله عليه في أي يوم ولد؟ ولد في يوم 17 من ربيع الأول، مو؟ وبالتالي احنا كل سنة نحتفل بولادة الإمام الصادق، ونحتفل بولادة معصوم آخر من المعصومين 14، روحي لهم الفداء. وكانت إجابة محمد صحيحة، موفقة مسددة. ولادة النبي الأكرم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كانت هي في يوم 17 من ربيع الأول، كما نجيب هنا إمامنا جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولد في 17 من ربيع الأول سنة 83 هجرية يوم الجمعة، وهذا التوقيت باليوم والشهر المبارك يتزامن مع ذكرى ولادة سيد الكائنات نبينا محمد صلى الله عليه وآله في 17 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. كان ذلك التوقيت هو يوم ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله. إجابة موفقة. يلا نروح إلى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك، رحم الله والديك. من ويانا؟ حبيبنا حسن. حسن من النجف، رحم الله والديك يا حسن. حبيبي حسن، شلونك حسن؟ الحمد لله، شكر لله يا حبيبي. الله يعطيك العافية حسن. هو قاعد يم التلفزيون قريب، هالصراحة أقل لك يا فدوى أروح لك إذا 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 ما صير زحمة عليك. بعد أهم شيء بعد ما تسمع حسن إن شاء الله. تمام، أنا أسمع بس صوتك الحلو. يخليك الله. فدوى فدوى. الله يحفظك حسن. سلام الله على مولانا أبي الحسنين، الحسن والحسين، مولانا أمير المؤمنين اللي أنت بجواره وهنيالك جواره إن شاء الله. الدنيا وآخرة في جوار أمير المؤمنين إن شاء الله. رحم الله والديك، الله يعطيك العافية. حسن حسن، عندنا 5 أرقام تم الإجابة عليهم، من اختارهم؟ رقم 2، رقم 3، رقم 5، رقم 6، رقم 7. زين؟ نختار غير هذه الأرقام. نعم. إيش نختار حسن؟ 9. نروح إلى رقم 9. نروح إلى رقم 9، 9، 9، 9. جيد. رقم 9، حسن يقول لك السؤال. حسن يمكن أول مرة شارك ويانا صحيح؟
نعم رحم الله والديك الله يحفظك يعطيك العافية. كنت أقلب على التلفزيون وشفته فعجبني البرنامج. فدوى يعني. أروح لك سالم وغالي يعني هاي أول مرة شاركنا. اي والله أول مرة أشارك وياك حسن. تدري يا رقم حلقتنا؟ لا والله ما 63 رقمها 63. ان شاء الله دائما اريدك تتابعنا بهذا التوقيت وكل مشاهدينا الساعة 9 يوم السبت عبر شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية وتشاركنا دائما ان شاء الله. ان شاء الله رحمة رقم الله 9 يقول لك حسن السؤال: الداعي من القابل إمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأين ورد في زياراته المباركة؟ هل ورد الداعي لقب الداعي في زيارة الناحية المقدسة، أم ورد في زيارة آل ياسين، أم ورد في زيارة يوم الجمعة؟ حسن من استعجل عندنا دقيقة كاملة براحتك ركز لأن أي إجابة تنطينيها تعتبر نهائية حسن تمام؟ ركز إن شاء الله ركز الله على راحتك راح أعيد السؤال إليك مرة ثانية ركز على راحتك. الداعي من القابل إمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأين ورد في زياراته المباركة في زيارات الإمام الحجة؟ هل أولا في زيارة الناحية المقدسة، أم في زيارة آل ياسين، أم في زيارة يوم الجمعة؟ عندنا 25 ثانية. قبل ما تنتهي ال 25 ثانية أريد إجابة من عندك، إلك الوقت بعد. الثانية إن شاء الله زيارة آل ياسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله صلى الله. قاريها 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 أنت. قاري أقرأ زيارة الناحية وأقرأ زيارة يوم الجمعة. ولقب الداعي. أي المخرج وبالتالي الصوت انطاك الإجابة قبلي وإجابة صحيحة. صلوات على محمد وآله الطاهرين. شكرا وعاشت إيدكم. شكرا يا حبيبي. حسن اعطيني اسم ثلاثي لو سمحت. حسن كاظم وجواد. حسن. كاظم. إجواد. حسن تابعنا لنهاية الحلقة لو سمحت. إن شاء الله إن شاء الله يعطيك العافية يا حبيبي. يعطيك العافية. وبالتالي عندما نجري القرعة سنتعرف من هو الفائز في حلقة هذا اليوم. شكرا لاتصالك ومشاركتك معنا. سعادة أبي كل متابعينا وكل مشاهدينا من كل محافظاتنا ومن كل بقاع الأرض اللي تابعنا وشاهدنا، وإن شاء الله كلكم مأجورون معنا. عملنا هذا هو في رحاب ذكر الله وذكر القرآن والعترة الطاهرة في ذكر الثقلين، وبالتالي معلومات عامة نستفيد منها في حياتنا، وعلنا نكون ممهدين لدولة صاحب الأمر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وبالتالي هذا البرنامج لطالما قلت ما نقدمه هديته لإمامنا صاحب الزمان، وأنتم مشتركون بالأجر والثواب. حسن دخلت أنا قرعة حلقة هذا اليوم. خليني نتعرف على إجابة السؤال. أولا نثبت رقم 9 تم الإجابة عليه ونتجه إلى الجواب. زيارة آل ياسين وهنيئا لمن زارها في كل يوم، وبالتالي يوم الجمعة أيضا لها خير كثير، لكن كثير من متابعينا ومشاهدينا وكل العالم يذكر الإمام صاحب الزمان ويزوره بزيارة آل ياسين. إذن إجابة للقب الداعي ورد في زيارة آل ياسين، إحدى الزيارات المشهورة التي يزار بها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي تبدأ بأي كلام بأي كلمة: سلام على آل ياسين. وقد رواها أبو جعفر محمد بن عبد الله الحميري القمي الذي عاصر أواخر الغيب الصغرى، وهذه الزيارة وصلت إليه توقيعا من الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكر كثير من أهل العلم أن هذه الزيارة من أهم وأكمل زيارات الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه. وفي زيارته نقرأ بعض كلمات من هذه الزيارة إلى أن نصل إلى الجواب. موضوعة الداعي اللي ذكرناها في زيارات إمامنا الحجة: سلام على آل ياسين. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. وياي نسلم سوا: سلام على آل ياسين. السلام على السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. إلى نهاية الزيارة المباركة. إذن المقطع الثاني كان فيه: السلام عليك يا داعي الله. وسؤالنا كان يقول: لقب الداعي أين ورد؟ وورد في زيارة آل ياسين. هنيئا لكم
وهنيئا لمن زار بها إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلنا نأخذ فاصل قصير معكم ونعود معكم بإذنه تبارك وتعالى لتكملة حلقة هذا اليوم من برنامج واحد من ثلاثة. شكرا كثيرا ويتقبل أعمالكم. إلى الفاصل. حياكم الله وبياكم مشاهدينا ومتابعينا. أنا سعيد جدا 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 بكل المتابعين والمشاهدين الكرام اللي هم يتابعون ويحبون يشاركون في كل حلقة، والمتابعين الجدد اللي حتى لو أول مرة يشاهد يكون عنده دافع أنه يتصل ويشارك وتكون مشاركته صحيحة. على كل حال أتمنى حقيقة أنه كل الأسئلة اللي عدها الحضراتكم هي في متناول يعني المستوى الثقافي الكبير اللي عندكم إن شاء الله، متداولة تقرؤونها من خلال الكتب، من خلال يعني معلومة عبر الإنترنت، من خلال خطبائنا الكرام، يعني فرد معلومة توصل لك إن شاء الله. وبالتالي هدف البرنامج أننا نكتسب فرد معلومة، هذا مهم جدا جدا جدا. اليوم المشاركات كانت قلنا هي متنوعة، اليوم عندي لحد هذه اللحظة 7 اتصالات من البصرة وبغداد والعمارة ومن كربلاء والنجف الأشرف، كلها كانت موفقة إلا اتصال واحد لم يكن دقيقا، كان رقم 2 و3 و5 و6 و7 و9، كانت إجابات صحيحة. وبالتالي احنا بعد ما نعرف إجابة للسؤال نتعرف على ملخص كامل لكل يعني ما نطرحه من أسئلة بإذنه تعالى. هدفنا أن نتعرف على إجابة كاملة. على كل حال يعني بعد ما نستطيع أن نأخذ اتصالاتكم سامحونا، هواي 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 لكم تحيات كادرنا. خلنا نجري القرعة سوية ونتعرف على اسم الفائز في حلقة هذا اليوم. يا رب صلي على محمد وآل محمد. يلا اللهم صلي على محمد وآل وآلي محمد. في ختام الصلوات نسحب ورقة، وبالتالي أنا ما أعرف الاسم، دائما تعلمت أنه أنتوا بتعرفون عليه قبلي. أتمنى يمن من ويانا اللي فاز. أها كفاية مخيط حسون، كفاية هي مخيط حسون. أنا ما دا أقرأ، هم زملائي دي ينطونيها. كفاية مخيط حسون من بغداد هي الفائزة في حلقة هذا اليوم. مبارك عليكم كفاية، فوزكم معنا حظ أوفر. للي ما فاز أنتم فائزون بذكر أهل البيت وأنتم مشتركون معنا بالأجر والثواب. الأخت كفاية شرفون إلى مقر قنوات الإمام الحسين الفضائية، شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام، خلف مرقد أبو الفهد الحلي. بإمكانكم إن شاء الله تجون إلى كربلاء وتزورون الإمام الحسين وتزورون أبو فاضل عباس، ونحن نقلدكم الدعاء والزيارة، وتشرفون وتستلمون هديتكم من مقر القناة وإن شاء الله تعجبكم. وبالتالي اللي ما فاز ممكن بمشاركات قادمة بإذنه تبارك وتعالى يشارك وتكون إجابته صحيحة ويدخل القرعة وتفوزون معنا بإذنه تبارك وتعالى. ختامها مسك، نسلم سلام على آل بيت رسول الله، سلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الرحمة ومهبط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته. ونحن في كربلاء نشكر الله على هذا الجوار. سلام عليك يا أبا عبد الله، وسلام على أبي الفضل العباس، وسلام على محمد وآله وعلى مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لكم تحيات زملائي كادر برنامج واحد من ثلاثة. الملتقى يتجدد معكم بإذنه تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل في نفس الزمان والمكان، ساعة 9 يوم السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.